فمتابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في. ألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة. نتواجد على الطريق الوطنية الرابطة ما بين وادم ليل باتجاه تازة، متابعي القناة. طريق عامرة متابعي قناة الشوف تي في، غريب الأمر رغم تواجد طريق السيار، إلا أن الطريق الوطنية قليل فاش كتكون هاد الطريق فيها سيارات أو كيدوزو منها السيارات تزامنا مع طريق السيار. لكن نهاية الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع كتلقى مجموعة من العائلات اللي كيخرجوا متابعي قناة شوف تي في بغرض أنهم ياخذوا العطلة الصيفية ديالهم أو أنهم يستعدوا لتجديد العمل يوم الاثنين. فمتابعي القناة، الحيطة والحذر من السياقة وعدم تجاوز السرعة المسموح بها أصدقاء قناة الشوف تي في. فما عسانا أن نقول دائما اللهم ارفع عنا البلاء الوباء من ربوع المملكة المغربية، ونتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة الشوف تي في. فتحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، وتحية لجميع متابعي قناة الشوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. ما فينا الطريق هذه ما كيكونش فيها السيارات وما كتكونش عامرة كاع، لكن قبل شوية كان الاكتظاظ ديال السيارات وكان ازدحام، لكن الحمد لله كاين يقظة ديال السائقين. ونتمنوا آملين من الله أن الإنسان ياخذ السرعة المسموح بها فقط، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة متبعي قناة شوف تي في. فما عسانا أن نقول دائما الاحترام والحيطة والحذر. الجماعة الترابية ديال باب مرزوقة أصدقاء القناة نتواجد بها الآن، ونتمنوا الخير من عند الله، نتمنوا السلامة والعافية للجميع. فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة الشوف تي في. هذه هي الأجواء الرابطة ما بين وادي أمليل وباتجاه تازة متبعي قناة الشوف تي في. فرج الطواهر، باب مرزوقة، وادي أمليل، الأعلام الوطنية بكل مكان، تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد متبعي قناة الشوف تي في. ونتمنوا الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع. وما عسانا أن نقول دائما اللهم ارفع عنا البلاء الوباء من ربوع المملكة المغربية متبعي قناة الشوف تي في. فنتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة الشوف تي في. هذه الأجواء في الطريق الرابطة ما بين وادي أمليل وتازة. فنتمنوا أن الإنسان أنه يأخذ الحيطة والحذر. شفنا حوادث سير مؤخرا، كانوا وفيات، كانوا ضحايا، كانوا إصابات، كانوا جروح، لكن هذا كله بسرعة مفرطة، التجاوز غير مسموح به، مجموعة من الأمور اللي كتخلي الإنسان أنه ما يأخذش الحيطة والحذر دياله، أنه يخرق قانون السير متبعي قناة الشوف تي في. كنمشي بزاف من هاد الطريق هادي وما كنلقاش ازدحام السيارات كما لقينا هاد النهار متبعي قناة الشوف تي في. الغريب أن طريق السيارة الرابط ما بين تازة وادي أمليل قريب لوادي أمليل متبعي قناة. فنتمنوا آملين من الله، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من هذه البلاد الغالية. ندى جميلة، شكرا ندى أختي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. عبارة جميلة احتفظ بها في الخزانة ديال أختي ندى، شكرا بزاف ندى، ميرسي بوكو. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في. نتمنوا الخير، السلامة، العافية لجميع المغاربة متابعي القناة. وما عسانا أن نقول دائما اللهم ارفع عنا البلاء الوباء وارفع عنا كورونا، وكما كنقولوا دائما المزيد 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 من التدابير الاحترازية، كمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فدائما الوقاية خير من العلاج. أنتم على المباشر في الطريق الرابطة ما بين وادي أمليل باتجاه إقليمي تازة، طريق عامرة، ديما كنكون بوحدي في هذا الطريق، كننزلش على السرعة ما نذكرهاش، لكن دابا ماشيين غير ب20 متبعي قناة الشوف تي في. الاكتظاظ في الطريق متبعي قناة، لومبوتياج، ونتمنى فألف تحية لكم أصدقاء القناة داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في.
عبدو تحية لك يا أخي عبدو، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر يا أخي، مرحبا بالجميع جميع أصدقاء قناة الشوف تي في. سيدي عبدو من الحاجب مرحبا بك يا أخي عبدو، ألف تحية لك ومرحبا بك معنا في هذا البث يا أخي المباشر على قناة الشوف تي في. نتمنى الخير والسلامة والعافية للجميع جميع متابعي قناة الشوف تي في. تحية لساكنة الحاجب، ساكنة فاس، مكناس، تاونات، صفرو، جميع منطقات ديال جهة فاس مكناس، ألف تحية لكم. فنتمنى وآملين من الله يترفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية، وتحية للجميع جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، ألف تحية لكم من هذا المنبر منبر شوف تي في. سيدي محمد من أمستردام شكرا لك، شكرا للجميع، تحية لكم، تحية للجميع متابعي القناة الشوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم عن طريق سلامة خويا نجيك مرحبا بوفي، تحية لك، تحية لجميع متابعي قناة شوف تي في، ألف تحية لكم من هذا المنبر منبر القناة. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، طريق الوطنية الرابطة ما بين وادي أمليل وتازة باتجاه تازة متابعي قناة شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. نتمنى لكم الخير من عند الله، نتمنى لكم السلامة ونتمنى العافية للجميع، وألف تحية للجميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. محمد بويادي تحية لك، تحية للجميع جميع متابعي القناة. تواجدوا بجماعة ترابية لباب مرزوقة أصدقاء شوف تي في. نتمنى الخير السلامة والعافية للجميع. هذه الأجواء الرابطة ما بين تازة وودم باتجاه تازة متابعي القناة. أجواء عالية متابعي القناة، فنتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع جميع أصدقاء قناة شوف تي في. سيدي محمد المغرب من أجمل البلدان يا أخي، الخير والكرم والجود والطبيعة والأمن والأمان يا أخي، فلله الحمد لله. كاين شي حرارة، شوية البرد عبد الله، كاين شوية البرد ولله الحمد يا أخي عبد الله، كاين شوية البرد ولله الحمد، ما كاينش حرارة كما كانت في الأسابيع الفارطة ولله الحمد. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، تحية للجميع جميع متابعي القناة داخل. يا أخي كنمشي غير بـ50 راني مخفف السرعة. فنتمنى لكم الخير عند الله، ونتمنى الناس اللي كي ياخذوا الطريق دابا باتجاه المدن الساحلية أو المدن الشاطئية أنهم ياخذوا الحيطة والحذر. وأنهم يسوقوا غي بشوية واحترام علامات التشوير الطرقي، فالسرعة ما مزياناش خصوصا في هذه الوقيتة ديال الصيف والعطلة الصيفية. فعطلة سعيدة للجميع، ومرحبا بكم معنا أصدقاء قناة الشوف تي في من هذا المنبر. سيدي محمد بوعيادي تحية لك أيضا يا أخي، توحشنا هذا الطريق. حسين طيبي مرحبا بك خويا حسين طيبي، تحية لك ولجميع أصدقاء قناة الشوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم، هذه الأجواء الرابطة ما بين وادي أمليل باتجاه تازة متابعي قناة الشوف تي في. نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع.
تحية لكم من هذا المنبر دقة قناة الشوف تي في، ومرحبا بكم معنا، ونتمنى أنكم تأخذوا بالتدابير الاحترازية وأنكم تحافظوا على الصحة ديالكم من كورونا. متابعي قناة الشوف تي في، راه 24 ساعة الماضية تسجلت 9128 متابع القناة، عدد لا يسبق، ودائما كنحضركم من كورونا راه مازال معنا، والأخذ والحيطة والحذر، المزيد من الحيطة والحذر أصدقاء قناة الشوف تي في، المزيد من الحيطة والحذر أصدقاء قناة الشوف تي في، مرحبا بكم. فنتمنى لكم الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع. وليد تازي مرحبا، حاجي مرحبا بك، مرحبا بك سي عبد الله حاجي مرحبا، طريق السلامة، شكرا سيدي مصطفى طريق السلامة أخي، شكرا لك سيدي مصطفى، مرحبا بك، مرحبا بجميع أصدقاء قناة الشوف تي في معنا في هذا البث المباشر على القناة، وتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة الشوف تي في، تحية للجميع، جميع أصدقاء القناة داخل المغرب وخارج المغرب، نتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامة والعافية للجميع، وما عسانا دائما أن نقول، اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء من ربوع المملكة المغربية. هذه الأجواء، طريق الرابطة ما بين وادي أمليل واتجاه تازة متبع القناة. شكرا سيدي مصطفى، شكرا جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، فنتمنى لكم الخير والسلامة والعافية للجميع، وما عسانا دائما أن نقول. عبد الله حجلي دائما انت تنقلها. شكرا سيدي عبد الله، شكرا لك، طريق السلامه، شكرا لك، شكرا لجميع الاصدقاء معنا في هذا البث المباشر داخل المغرب وخارج المغرب، ودائما الحيطه والحذر، الحيطه والحذر نقولها، اخذ الحيطه والحذر متبع القناه، نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السلامه، نتمنى لكم العافيه للجميع، وما